المصريين في الخارج ملف مهم جدا. طبعا هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية بأبنائها في الخارج، بنشوف خلال الفترة الماضية العديد من التحركات. شفنا وزيرة الهجرة وهي بتلتقي بمحافظ البنك المركزي لبحث الحوافز اللي هتقدم للمصريين في الخارج. شفنا بداية هذه الحوافز طبعا هي التخفيضات على تذاكر الطيران من مصر للطيران، وطبعا ده للزوجة وللأطفال، ورفع سن الأطفال من 11 ل 15 سنة اللي هيحصلوا على هذه التخفيضات. طبعا هناك حالة من التشجيع للمصريين ان هم يكون ليهم استثماراتهم. طبعا المصريين في الخارج دايما عينهم على مصر، ودايما بيكونوا عايزين يعني مشوارهم ينتهي في بلدهم ويكون عندهم استثماراتهم، شركاتهم، عندهم بيوتهم. طبعا دي امور مهمه جدا. النهارده بنشوف وزيره الهجره وهي بتلتقي الدكتور حسن محمود الجراحي، رجل الاعمال المصري اللي عايش في السعوديه. طبعا احنا عارفين ان يمكن اكبر جاليه للمصريين موجوده في السعوديه، تقريبا ما يقرب من 2 مليون. فالنهاردة لما يجي الدكتور حسن محمود الجراحي قابل الوزيرة عشان يبدأ مشروع طموح جدا، هيستلم هذا المشروع في المنطقة الصناعية في مدينة بورسعيد. احنا هنعرف كل التفاصيل المتعلقة بهذه المساعدة أو هذه التسهيلات اللي بدأت تعملها وزارة الهجرة لتشجيع المصريين ورجال الأعمال المصريين في الخارج للاستثمار في بلدهم. معانا دلوقتي الدكتور حسن محمود الجراحي، رجل الأعمال المصري. مساء الخير دكتور حسن. مساء الخير مدام إنجي. أهلا بيك دكتور حسن. أولا عايزين نعرف لقائك النهاردة مع وزيرة الهجرة، فكرة التسهيلات اللي قدمت ليك للبدء في المشروع، وطبعا عارفين عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل هذا المشروع. أولا أوجه التحية لحضرتك ولجميع المشاهدين، وتحية خاصة لفخامة الرئيس على مبادرته إزالة معوقات الاستثمار بالنسبة للمستثمرين إزالة فورية وعاجلة. وثانيا على حسن اختياره للوزيرة سهى، لأن حقيقة اختيارها كان موفق جدا، تفاعلت وبسرعة مع كل قضايا المصريين في الخارج في أقل من شهر ونص من استلامها لحقيبة المصريين في الخارج. ده كان تاني لقاء لي مع معالي الوزيرة. اللقاء الأول كانت لقاء فيديو كونفرنس عملته مع الجاليه المصريه، رموز الجاليه المصريه في السعوديه. أيوه. وسمعت للمشاكل كلها اللي بتواجه الجميع ووعدت بحلها. في اقل من اسبوع او 10 ايام من اللقاء بدات البوادر تظهر للجميع، وكان من ضمنها كان عندي مشكله انا في موضوع الاستثمار تقريبا من 2018 بتدخلات ومساعدات تم إزالتها في أقل من أسبوعين. اليوم استلمت الأرض في مدينة بورسعيد ومشين في الإجراءات لإقامة صرح صناعي على مساحة كبيرة من الأرض في مدينة بورسعيد اللي هي بلدي أصلاً، لإقامة مصنع منتجاته كلها بيتم استيرادها من الخارج. وبتعرفي حضرتك في طب دي نقطة مهمة جدا دكتور حسن، لما نتكلم على انه كان الاول قابلتك مشاكل، تم التسهيلات واستلمت الارض في بورسعيد. كلمنا عن تفاصيل المشروع لما تقول ان كانت امور بنستوردها من الخارج. ايه اللي هيحصل بالظبط في هذا المشروع وبيتعلق بايه؟ تسمحي لي قبل ما اتكلم عن المشروع بصفة خاصة اتكلم عن وضع سفراء مصر في الخارج اللي عددهم يفوق ال 12 مليون مصري. مدخرات المصريين في الخارج تقترب من 142 مليار دولار. كل المصريين في الخارج بيتمنوا ان المبالغ دي في لحظة تكون موجودة في مصر ومستثمرة وفعالة وشغالة ومنتجة، بس كانوا محتاجين لبيئة خصبة وقناة تواصل آمنة. مبادرة الرئيس الأخيرة بإزالة المعوقات وتدخل رئيس الحكومة من أكثر من شهرين في إزالة المعوقات، الأجهزة الحكومية بدأت تمشي وتسرع رتم عجلة تسهيل إجراءات الاستثمار في مصر سواء كانت للمصريين أو للأجانب. معالي الوزيرة بسرعة قدرت تستوعب أن كنز المصريين في الخارج مفتاحه سهل جدا بتواصلها، وبدأت تتواصل معنا كلنا بصفة شخصية وبصفة فردية وبصفة جماعية.
النهارده ال 12 مليون مصري الموجودين لو قسمناهم لشرايح ممكن نطلع بشريحه منهم 10% قادرين على الاستثمار في مصر، سواء في مشروعات صغيره مكمله او متممه او محوله او مشروعات عملاقه. في نماذج مصريه اخرى قبلت معالي الوزيره وطلبت منها شركات مساهمه كبيره. في مشاكل كثيره بتحل عن طريق يستطيع حلها المصريين في الخارج، لانهم معظمهم المتواجدين ليهم اعمال خاصه بره، مش المعظم ككم في الشريحه اللي قلناها اللي هي ك 10%. في ناس عندها استثمارات، في ناس عندها ودائع، في ناس عندها رؤوس اموال موجوده في الخارج، في ناس عندها خبرات فنيه ونو هاو تستطيع حضورها لمصر والاستفاده منها بناء التكنولوجيا ونو هاو للبيئه المصريه. مشكله مصر الحقيقيه النهارده ان احنا عايزين صناعه. صناعه يعني تصنيع، يعني تصدير، يعني منع استيراد، يعني قله الطلب على العمله الاجنبيه، يعني ارتفاع قيمه العمله الوطنيه، وهو ده الهدف اللي احنا نسعى اليه كلنا، سواء كنا ماليين او اقتصاديين او وطنيين. بالتاكيد وطنيين. مشروع أكيد. حضرتك طبعاً. بقى اللي بيساهم في حل المشكله اللي حضرتك قلتها، الصناعه وتقليل الاستيراد. اتفضل. المنتجات المشروع كلها بيتم استيرادها من الخارج، هي منتجات مكمله لمنتجات لوجستيكيه، مثلا على سبيل المثال مش عايز اقول لك اسامي جهات حكوميه، لكن بيتم استيرادها من الخارج لغايه اللحظه اللي احنا فيها. هي زي الكروت الذكيه، الميديكال بيبر، الورق الطبي اللي بيستخدم في تخطيط الدماغ وتخطيط القلب والاكس التحاليل المخبريه، النماذج البنكيه الالكترونيه، نماذج التتبع الورقيه، الميديكال فايل، النيو ميديكال فايل اللي هو بيتبع حاله المريض بالكلر كود والنمبرنج كود والبار كود. كل ده كنا بنستورده وكنا ما زلنا نستورده. يعني ابسط الامور ان انا عندي مصانعي في الخارج، ناس بيستوردوا بيشتروا مني ويصدروا لمصر بصرف النظر عن جنسيه اللي بيستورد اللي بيشتري منه ويصدر لمصر. لكن في البدايه وفي النهايه ان ده منتج سهل تنفيذه، التكنولوجي بتاعته متوفره، السوق واسع، علاوه على ان مركز مصر الاقتصادي مركز رهيب. مصر بين في منتصف الطريق لافريقيا وشمال افريقيا ومنطقه الخليج. فالسوق واسع، السوق مغري، كل اللي بيطلبه المستثمرين سواء مصريين او اجانب تيسير الروتين، تحطيم الروتين، سرعه رتم الانجاز الصناعي. يعني ما تفاجئش انه يقول لي ان الرخصه الصناعيه محتاجه 3 أشهر او 4 أشهر. بس مؤخرا كان هناك تسهيلات. يعني ايه اكتر مشاكل قابلتكم وعرضتوها وبالفعل تم حلها؟ في خلال الاسبوعين اللي فاتوا دول انا حسيت ان الانجازات كانها احلام. يعني اشرح لنا بالتفصيل. وبعترف لك. يعني انا مثلا قدمت على شراء الارض 2018. وكانت الارض مفروض ان هي مكتمله المرافق، شامله ومكتمله المرافق. طلعت الاراضي لا مخططه ولا ليها مرافق ولا ليها طرق توصلي ليها. وتمت المباحثات والنقاشات والاخذ والعطاء لغايه ما تم حسم الموضوع، سواء كانت فتره كورونا دخلت معانا او ظروف عالميه، لكن المهم بقرارات من رئيس الجمهوريه بازاله المعوقات وازاله الروتين كل حاجه اتسهلت. يا ريت اوجه لفخامه الرئيس يكون عندنا مجلس اعلى للاستثمار. طيب احنا بنتكلم دلوقتي على انك استلمت خلاص الارض في بورسعيد، دلوقتي المفروض هيبدا مشروعك وزي ما قلت لصناعه مستلزمات تتعلق بمستلزمات طبيه كنا بنستوردها او ما زلنا بنستوردها، ورقيه طبيه بنكيه. وسمعنا كمان في مشروع مقبل ليك ممكن يتعلق بالتحاليل الطبيه، مظبوط؟ المحاليل الطبيه ميديكال سوليوشن، ده كان مشروع قدم لهيئه التنميه الصناعيه من سنه 2008 وكان قابلني فيه صعاب كتيره ومعوقات كتيره. الوزيره امبارح وعدتني ان هي هتتولى الملف، سالتني عندك استعداد لاحياء المشروع لان مشروع عملاق واستراتيجي، قلت لها ما زلت اذا في تعاون وانجاز سريع
وعدت بتدخلها شخصيا وعرضه على المسؤولين وتبني الفكره، وجهت لها كل الشكر والتقدير على استجابتها، وعدتها اذا الموضوع في سرعه في التنفيذ ليس لدي اي مانع لتحديث معلومات دراسه الجدوى. المشروع كان اجيز من هيئه التنميه الصناعيه بكل المقاييس فنيا واقتصاديا وماليا، لكن نرجع تاني ندرسه. طيب حضرتك بتقول مشروع مهم جدا، تدينا تفصيله سريعه عن هذا المشروع المقبل كمان. مشروع محاليل طبية، الانتاج المحاليل الوردية بيتدرج منها من المحاليل الطبية العادية نهاية بإنتاج محاليل الإنسولين. هايل، احنا بنشكرك جدا دكتور حسن، والحقيقة كل اللي حضرتك قلته يعني يبعث على التفاؤل في مسألة مهمة جدا، مسألة التسهيل للاستثمار سواء للمصريين أو حتى الأجانب، وخصوصا ملف المصريين في الخارج. بنشكرك جدا دكتور حسن محمود الجراحي رجل الأعمال المصري في السعودية، شكرا جزيلا ليك.